الضرائب المستحقة من كبار المكلفين. أنت مسؤول عن هذه الإدارة، وحسب ما أفهم أن كبار المكلفين على أقل مصدر دخله عن 15 مليون ريال. أنت يعني هو حصل يعني شيء من الخطأ في التسمية. أنا مدير عام خدمات المكلفين، خدمات كل المكلفين. أنت دخلت خدمات كبار المكلفين، وأريد أن أصحح. شكرا لأنك ذكرتني. عملية الإدارة عندنا هي عملية توعوية حقيقة، ليست ما تختص بالمبالغ. يجب أن نوعي المكلفين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وهذه عمل الإدارة. وهذه الإدارة يعني هي في إلى حد ما استحدثت أخيرا، ودونا فيها من بابنا. نحن لدينا فهم كبير بالضرائب، وفهم كبير يمكن وصل للناس للمكلفين. عندنا قدرة على إقناعهم أنهم يدفعوا الضريبة بامتثال طوعي إلى حد كبير. ولم تستقبلنا أي قناة من قنوات الرسمية. هذا النظام يمنعك، يمكن كما أفهمنا ويفهم ناس آخرين، أنه حتى الذي يمدحوهم لازم يكونوا محددين وبعدد محدد. ما نفتيش كل الناس حتى يمدحونا، لأنه لازم نشتي ناس محددين الذي يقدمون المدح، حتى لا تظهر أنت بمنطقك اللائق ولا أنه أنت تستحق. طب هل كل كبار المكلفين يدفعوا فعلا الضرائب؟ هو أنا قلت لك، أنا أديت لك نقطة أنه ضريبة مهدرة بسبب تراكم هذا عن كبار المكلفين. نعم، يعني هذا العاصمة هي جزء من هذا، جزء لم تدفع يعني. طيب. حقيقة. لماذا نرى يعني الآن الموظف العادي المسكين يشكو الآن، لماذا نرى أن ضريبة المرتبات بالنسبة للموظف يطلب منه أكبر من ضريبة التجار؟ لماذا دائما على الشعب المسكين وعلى الموظف المسكين؟ التجار قسموهم الى ثلاثة اقسام. القانون الجديد هذا قانون ضرائب الدخل قال كبار المكلفين ومتوسط المكلفين وصغار المكلفين والفئات الاصغر. الفئات الاصغر قالوا بنوصل رقم اعمالهم، وهذا ولو جانب توعوي لتسمحني قناه سعيد لانها قناه الثوره، قالوا بنوصل رقم اعماله الى 1,500,000 في السنه، فهو معفي من الضريبه على الارباح. ما أريد أن أقول إنه الضرائب على المرتبات هي جزء من هذا القانون. لا يمكن للموظف أن يتخلص من ضريبة المرتبات والأجور. بهذا بقول لك إنه 87 مليار على موظفي الإدارة أو الجهاز الإداري للدولة. حقيقة قلت لك إنه من الفساد الموجود في مصلحة الضرائب هو ضعف متابعة تحصيل الضرائب. وإن وصلنا إليها فإننا لازم نكون إلى حد كبير متعاطفين إلى درجة كبيرة. وحتى موظف الضرائب في بعض الحالات، مع احترامي لهم، هم أصدقائي وأحبهم كثيرا وهم يقدروا هذا الشيء، يعني كثير ما ينسى أنه بيدفع ضريبة كبيرة فيتساهل في أحيان معينة، أما نتيجة لضعف اللوائح التنفيذية أو ضعف التعليمات وأشياء كثيرة. أريد أن أقول أنني لا أجد السؤال أو الإجابة الكافية على هذا الشيء أبدا. أريد أن أقول أنه كثير فعلا، لأنه إذا قارنا بصغار المكلفين ففي الحقيقة أنه أنا كموظف في مصلحة الضرائب أدفع ضريبة أكثر من صغار المكلفين الذي تبلغ مبيعاته من مليون من حدد. لا كم خصم الآن من الموظفين تقريبا الآن؟ هو ليست كثير، لكنني سألت عنها حتى أحد الأصدقاء أمس وأوعدني أنه يقدم لي الأثر المالي المتر، لكنها هي في القانون تخفيض الضريبة هذه قد تصل إلى 15-14 مليار في السنة الكاملة. يعني أنت إذا مرتبك 65,000 يعني أنت وفرت من هذا القانون فقط من التخفيض لهذه الضريبة في حدود 3,000. وفرت لمن؟ الضريبة الذي خفضوها وفرت لك في حدود 3,000 ريال. أنا كنت أقول لو أن هذه الضريبة لا يخفضوها علي أنا ويخفضوا لرجال الأعمال بدون فائدة ولا استثمار جديد ولا يدخلوا مستثمرين جدد، كان الدنة بدل ما يخفضوا 15 مليار يخفضوا 15 مليار أو يدوا من الـ 86 المليار هذه مبلغ 40 مليار بحيث أحصل أنا على 7,000-8,000 ويدوها إيش؟ دخول للموظفين إضافية. طيب. ما كانش الأولى أن احنا نخفض ضريبة لناس آخرين لا يستحقوها؟ مش لا يستحقوها، هذه قد يستحقوها، لكن على أمل أنه نفتتح مشاريع جديدة ونستثمر. هذه التخفيضات للضرائب لم تضف إلى حكومة اليمن أو إلى الجمهورية اليمنية أي مستثمر جديد إطلاقا، بل بالعكس رب ضارة نافعة. زيت الضريبة على شبافون إلى 50%، يهمني ان الخدمه تنخفض قيمتها.
هذه مستحيل يزيد يدخل واحد. إذا هذا القانون هذا إذا ظلت هذا نعم. وبالعكس أزيد أقول له أنهم كانوا بيتبنوا الآن قانون جديد، إحنا من أين نأخذ بس بيتبنوا قانون جديد يفرض على شركات خدمات الهاتف النقال 12% تمام كضريبة أو كرسوم تدفع لمؤسسة الاتصالات، المؤسسة العامة الاتصالات السلكية ولا للاتصالات مقابل إشراف. أنا ما سمعت هذه الأشياء في دول أخرى، لكن فرضوا قالوا 12% إضافي إلى 50%، لكن الثورة أتونها جاءت وتأخر هذا القانون، وإن شاء الله ما يسطر إلا في ظل نظام مخلصين لهذا الوطن. طيب وللثورة. أستاذ أحمد بقي معنا فقط أقل من 5 دقائق، برأيك يعني مشكلة الآن ضريبة المبيعات الآن و 72 سلعة الآن الذي كانت عائق على المواطن، يعني الآن ضريبة المبيعات كلها انعكس سلبا على المواطن هذا المسكين، وحصل بينكم مشاكل بين الضرائب بين الغرفة الصناعية والتجارية، ما هي القصة؟ هي حقيقة فرضت في يوم من الأيام نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاضها لا أدري ما أذكرش سطر قرار من مجلس الوزراء وقرار فرض الضرائب لا يكون من مجلس الوزراء إلا إذا كان في شكل رسوم، والرسوم إذا لم تتجاوز الضريبة تعتبر رسوم، فإذا تجاوزت سعر الضريبة يعني تكون ضريبة ولا يصدر بها إلا قانون، لأنه لا تفرض الضرائب إلا بالقانون. قانون الضرائب هذه يفترض أن نعده إعداد كويس ونتعامل مع الناس معاملة محترمة، بحيث حتى لو فرضت عليك هي 5% فرضت على كثير من السلع، وهذه على المكان على على على, على بيعود بينقل عبها على المواطن، والمواطن من بيتضرر بالأخير؟ بالمواطن حقيقة، لأنه لكن التاجر مستفيد، التاجر بيحصل نقول لك ما بيدفعوا هاش كلها ما بيدفعوا ربعها ولا نصفها، لكن الله معاهم ما بيه مشكلة. إذا سيأتي يوم من الأيام يقتنعوا بأن يدفعوها لوجود نظام كويس يبني الوطن ويعمر الوطن ويعطي كل ذي حق حقه. الآن المواطن يتحمل عبء هذه الضريبة التي تنصب على السلع والخدمات اللي هو يشتيها، ومن ضمنها خدمات الهاتف النقال تمام 10%، لكن توزير كويس. هذا النظام إذا ابتعد حقيقة، وهو فعلا آية للسقوط، وكما قلت في مقدمتي أنه نظام منقرض بإذن الله تعالى، سترى أن اليمن بخير وأن هذه الضرائب ستفرض على الناس وعلى جميع الناس سواء المستهلكين أو التجار، وسوف تراجع مراجعة حقيقية وسوف تفرض فرضا حقيقيا تعود على البلد بالمشاريع والخير والنماء إن شاء الله تعالى. طيب سيد أحمد، هناك يعني من وجهة نظرك وأنت كخبير اقتصادي نسمع أن الرئيس عبد الله صالح الآن يعني يشفط خزينة الدولة ليغطي النفقات الكبيرة على مهرجانة الخطابية وشراء الولاءات والذمم، إلى أين يسير بالبلد؟ شوف يا سيدي، أنا كما قلت لك أن كثير من الأصدقاء قالوا لي أن هذا النظام مشروع تخريبي من 33 سنة، فشافته من زمان، بس احنا ما قد فكرنا فيه، لأن احنا الآن يعني مضطرين لأن ننجح الثورة، والثورة وصلت إلى النجاح، ولم يبقى إلا فترة إلا عملية سقوط هذا النظام. أريد أن أقول لك أن الشفط مستمر من زمان وأن الفساد مستمر. أنا كنت أقول لك أنه أنا ما كنت بعيد عن أقطاب هذا النظام، ولا أريد أن أضفي عليهم صفات كثيرة، أتمنى أن يرحل هذا النظام حتى لا نخرج صفات ربما ما تكون كثير كويسة، لأن النظام فعلا في هذه الأيام هيبته سقطت، لأنه إذا كان الشباب لهم 3 أشهر في الميادين يطالبون برحيل هذا النظام وهو لا يأبه لهم، بل يصرف هذه المليارات على تجمعات بسيطة في يوم الجمعة والثلاثاء وكأن احنا في عملية لعبة، هذا النظام من يوم لا يوم، والكلام والتقريع له سيستمر كثيرا. النظام والحكم هو هيبة، فإذا فقد النظام هيبته في يوم من الأيام لا يستطيع أن يضع في كل 10 متر عسكري. إذا لم يحكم النظام بهيبته وبعدله فإنه لا يستطيع. النهب والشافط وكل هذه الأشياء موجودة من وقت يمكن من يوم ما أنا اكتشفتها من قبل 2 سنين أن النظام بيتصرف في, في, في حقوق البلد ومقدراته وكأنه راحل، لكن أحدهم قال لي وهو رجل كبير لا أذكر أسمه الآن، إن شاء الله في حلقات قادمة نتواصل معكم وندي توضيحات للضرائب ونثقف الناس، نحن حرمنا أن نثقف الناس في مجال الضرائب وهذه وظيفتي، نثقف الناس ونوعيهم في مجال الضرائب. نشكر دائما قناة سهيل وسنظل معكم إن شاء الله حتى تنجح الثورة. هذا النظام دائما الشفاط معه موجود وبيصرف صرف، لقد قال أحدهم الزملاء وهم في أدي لك مثل قصير ولو مستعجل، أحد الزملاء في أمانة العاصمة كان يرأس فرع أو يدير فرع في مكتب أمانة العاصمة، وبيحصل في الشهر من هذا الفرع يحصل للدولة في حدود 20 إلى 30 مليون ريال،
فنزلت يوم من الأيام أحس على 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 زيادة الحصيلة على شيء، دائما ننظر إلى خدمة الوطن. قال يا أستاذ أحمد لا تشغلني كثيرا، هذه المبالغ التي نتعب أنا وكل موظفينا فيها لمدة شهر سوف يصرفها الرئيس علي صالح لشخص عادي وما بيتجمل فيه. هذا السلوك أوجد إحباط على عند الناس وعند الموظفين. إذا كنت أنا بندخل 100 مليون وبيصرفها لأي واحد كذا، إذا دخلنا مليارات وبنشتغل الليل والنهار على تحصيلها ويأتي خليجي 20 لنصرف 121 مليار دون حسبة لا من قريب ولا من بعيد، ألا مصاب بالإحباط؟ لقد أصبنا بالإحباط. الثورة لا تأتي إلا عن إحساس بالفساد الحقيقي والظلم، ولذلك الثورة ستنجح وأنا واثق 100%. أنا لم أدخل في صفوف الثورة إلا وأنا واثق أن الغطاء لو انكشف أمامي مزدت يقينا. أنا أرى الثورة وقد نجحت وأمامنا رجالها وأمامنا المخلصين لأبناء الوطن، ولن يكونوا إلا كذلك بإذن الله تعالى. طيب أخيرا أستاذ أحمد، يعني كيف تنظر إلى مستقبل اليمن فيما يخص الدخل المالي من الضرائب بعد سقوط النظام ورحيل علي عبد الله صالح؟ شوف نريد بعد هذه الأرقام المخيفة أن نعطي أمل للناس. أريد أن أقول لك النظام الضريبي بحاجة إلى أن يدخل فيه مبدأ الثواب والعقاب. نريد أن نختار الكادر الضريبي الذي على درجة كبيرة من الوعي بحيث يعرف حقوقه وواجباته. نريد أن نتواصل مع المكلفين لنقول لهم أن الضرائب هذه في خدمتكم وفي خدمة أبناء الوطن، لا يمكن أن نصرفها لفلان أو لعلان كما يفعل النظام الذي سبق أو النظام المنقرض. نقول لهم أن هذه الضرائب ستبنى بها المدارس وتصلح بها الطرقات، وبالعكس سنعمل بها سنبني بها الإنسان أساسا قبل كل شيء. فأنا أعتقد ومش أعتقد، أنا أجزم حقيقة أننا بعد نجاح هذه الثورة وقد أصبحت يعني جاب قوسين أو أدنى سوف يختلف تماما مستقبل اليمن. أنا أثق كل افتقاء، لأننا في كثير من الحالات عندما ألتحق بشيء أقلق، إنما هذه المرة لم أكن قلق لأن الظلم والاضطهاد والفساد قد تجاوز حدود المعقول. إذا الفساد فعلا يعني منتشر في كل مجالات الدولة، في كل مؤسسات الدولة. هناك فساد، المواطن المسكين هذا يعني ينظر فقط إلى قدميه، يعني لا ينظر هناك فعلا فساد. لو أزيل هذا الفساد فعلا لعاش المواطن عيشة أفضل الآن. عفوا، شكرا أستاذي. أقول لك أن الفساد قد يكون غير مجنن في بعض الدول، يعني من هنا ومن هنا، وبالتالي بيكون قليل، لكن أن يكون الفساد مجنن كما هو الحال عندنا، في فساد مجنن وبتصدر قوانين ولوائح بحيث انه انت تمارس الفساد وما حدا يقول لك انك خالفت القانون، يعني اشرع لك الفساد حقيقة، سواء في الصرفيات داخل الوزارة او المؤسسات، هذه مشرعنة وبقرارات محددة ما تقدرش تتبتع. انا اقول اذكر انه قرأت في احد الكتب الذي اوردها الاستاذ محمد حسين هيكل، قال ان تعدد اللوائح والقوانين في وقت ذا من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي. أنا أقول لك إن عندنا تعدد في إصدار، عندنا إسهال كان في إصدار اللوائح والتعليمات، وهذه اللوائح والتعليمات نصدر لائحة بعد لائحة وتعليمات بعد تعليمات، بحيث إذا استطمنا بالتعليمات الأولى واللوائح السابقة ندي تعليمات ولوائح تسهل لنا المهمة. أقول لك لكي نفسد، ربما ليس كذلك، كانت تصدر بعض اللوائح والقوانين اللوائح والتعليمات لكي تسهل لنا مهمة معينة، لكن كثير من الشرفاء ما كانوا يتبعوا هذه الأمور، وكثير من الناس في مصلحة الضرائب هم نظيفين ووطنيين ويستحقوا الاحترام، وأدعوهم إلى أن يلتحقوا كلهم بالثورة ولا يتخلفوا ولا يتراجعوا، فإن التاريخ لن يتراجع. إذا باختصار شديد لا خوف على اليمن إذا رحل هذا النظام؟ كيف لا خوف؟ الخوف أن يظل هذا النظام، أما وقد ذهب هذا النظام فإنني أعد كل الأخوة اليمنيين بأن يعيشوا في غاية الإطمئنان وغاية الحرية، الحرية التي يريدها الوطن، يريدها أبناء الوطن، مش الحرية التي يريدها النظام والتي تظل موجودة عنده، واليمن لا يعرف من هذه الحرية إلا الكلام خارج الموضوع. الديمقراطية التي يتباكى عليها الآن لم تكن موجودة إلا في قصور الرئاسة وفي أعمدة النظام، لم تكن مع الشعب، لم يكن مع الشعب منها إلا الآراء الجانبية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الوجه الجميل الطبيعي الذي ينادي به النظام المتباكي الآن على سقوطه، الجمال لم يكن سوى عندهم، أما بالنسبة للمواطن فلم يعرف إلا جمال الطبيعة فقط، وهو ما لا يستطيع النظام أن يأخذها. أستاذ أحمد مذكور، شكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
كما أشكركم مشاهدي الكرام أينما كنتم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولعلكم شاهدتم معي اليوم وسمعتم ملف الفساد في مصلحة الضرائب، مليارات الريالات تهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين.